مرحبا بكم. اليوم هنا معنا سي بي اس تي نورمال كلاس بريباراتوار بريمير اني جيني مني كاين جماعه تاع الجامعه. مرحبا بكم. جو بونس راكم كاع تجيني مني ابار تاع الكلاس بريباراتوار مادام راهم انتريسي باش يعرفوا جيني مني. هاي الفرصه هذه باش نحكيو فيها وتعرفوا شنو هي جيني مني وشنو هي ليكول تاع اليمين. بداية مرحبا بكم وحكي لكم عرفكم على الجروب تاع ميتال ومين. ميتال ومين هذا جروب لسه كريناه ان شاء الله راح يروح بعيد، راح يروح يولي اسوسياسيون، راح يروح يولي حاجه خير. بدينا هكذا جملنا جماعه اللي قراو في ليكول دي مين من 2012 حتى لبرك. جماعه دوكي كاين بزاف اللي رانا دوكي في واحد 35 واحد، اغلبهم راهم خدامين، اللي راه ديريكتور واللي راه الجامعات راه يقرا دكتوراه، اللي راه في لي زونتربريز انجينيور ولا ريسبونسابل ولا ميم. كاين جماعه بزاف في السيكتور ميني، مام اور سيكتور ميني كاين جماعه وين خيروا حاجه اخرى بصح كان ديبار تاعهم كان ديبلوم تاعهم انجينيور دي مين. وهذوما حنا درنا لاسوسياسيون هذه باش نعاونوا الناس اللي راهم جايين للساعه، باسكو حنا كيما قرينا وعرفنا جيني مني عرفناها في ليكول، ما كناش نعرفو من قبل، ما كناش نلقاو لي زانفورماسيون، ما كناش نلقاو لي كونتاكت. كي نخرجو نديرو ستاج نحصلو كيفاش نديرو كونتاكت، توجور نخسرو الوقت. حنايا ما حبيناش يصراو هادو من المشاكل. في نفس الوقت لي زالومني حابين يتلاقاو بعضهم، لينا عشنا اكسبيريونس مع بعضنا في ليكول، تربينا مع بعضنا، كبرنا مع بعضنا، عشنا دي بروبليم مع بعضنا، فرحنا مع بعضنا، حبينا نغارديو الكونتاكت هذاك اللي راح يجيب خير كبير من بعده. انا باغ اكزومبل كي نعرف اي واحد في الجزائر نقدر نجبد واحد من الجماعه هذوك نروح ليه، نحتاج صالحه، نحتاج ما على باليش انا تلفوني من الخدمه حبيت نقول لهم يا جماعه دبروا لي خدمه، يدبروا لي خدمه. كاينه عفسه اخرى اللي هي لي فورماسيون، كاين جماعه بزاف كي نقولوا 30 واحد سمع على الاقل كل واحد يقدر يعاون بحاجه. الحاجه هذه واش راح تكون؟ تكون اكسبيريونس تاعو، يكون عنده بروبليم في لونتربريز كيفاش يدير له فاش دار له الحل، مثلا يميتريزي ان لوجيسيال، مثلا دار فورماسيون بعثات الشركه تاعو دار فورماسيون. حنايا نبارطاجيو هذو المصالح نتعلموا منهم كامل. كيما نتوما تقولوا كيفاش ندخلوا ميتال ومين، مازال ان شاء الله حتى نكملوا باش تقدروا تدخلوا ميتال ومين، باسكو هذا الجروب تاع لي زونسيان لي زونسيان ايديزيون في ليكول دي مين. كيفاش تقدروا تدخلوا؟ عندكم كونتاكت مع الكلوب سيونتيفيك ولا ديتانيوم كلوب، هو اللي راح يعطيكم جديد. حنايا اشاك فوا نديرو لي رينيون، نديرو ان بي في، نديرو دي بروبوزيسيون، واش راح نديرو، واش راح نخدمو. نتوما كي تكونتاكتيهم يعطيوكم جديد تاعنا واش رانا راح نديرو. كيما دوك كي جيتو تحضروا معنا، اهلا وسهلا بكم ومرحبا. نبداو بجماعة تاع سي بي اس تي، باسكو هما لي حابين يعرفو واش كاين جيني مني. جماعة البريمير اني ممكن مدي شوية فكرة. جماعة تاع سي بي اس تي واش نقولكم، نورمو دوزيام اني جماعة كونكور، فوالا كونسونطريو مليح، بريباريو مليح باش ان شاء الله تنجحوا في الكونكور. وماذا بينا حنا تخيلوا ليكول دي مين، باسكو ليكول مليحه اللي عشنا فيها مليح، فورماسيون تاعها مليحه، بلاصه مليحه، ميم كل واحد و سونتر دانتيري تاعو. على كل حال مي حنايا نقربوا لكم ديك الفكره باش تعرفوا شنو هي ليكول دي مين وشنو هي جيني مني. جيني مني احنا كي درناها قرينا عامين بريباراتوار في ليكول دي مين، قبل كانت في الصفصاف درنا عامين، فوتنا الكونكور وانا واحد من الناس اللي خيرتها باسكو حبيت نبقى في عنابه، ما حبيتش نبدل. كانت سبيسياليتي جديده، كانت ايكول جديده، ما كناش نعرفوا عليها والو، بصح كانوا كاينين الناس، كانوا واحد جوج عباد نعرفهم انايا اللي هما حفزوني ليها وراو لي واش كاين فيها، عجبتني برطو. انا كنت حاب ندير حوايج واحد اخرين بصح كي حكاو لي عليها عجبتني. وصرالكم نتوما باغ اكزومبل في لي شوا تولو تحصلوا ما تعرفوش واش ديروا، تولي تخيروا هكذاك، من بعد الكلاسمون تاعكم في الكونكور ما يسمحلكمش باش ديروا ليكول هذيك، تولي تحصل تصرا للناس كامل. هذه هي كانت واحده من لي شوا اللي هي ليكول دي مين، رحت ليها. دخلنا في ليكول دي مين، ما كانش كي نقولوا جيني مني، جيني مني حنا فورماسيون مش كيما الجامعه، كاين دي سبيسياليتي، كاين اكسبلوطاسيون انفيرونمون، على باليش كاين جيوتكنيك هذيك كونستركسيون،
كونستركسيون واش معناتها؟ معناتها يخدموا لي زوفراج لي تونال كيما نشوفوا في الطرق، يخدموا على باليش لي زوفراج ميني في لي مين سوتيران، في لي مين سوتيران كاين شومبري بيلي، كاين صوالح هذوما لي غاليري، هذه سبيسياليتي تاع كونستركسيون. حنايا جيني ميني نقراو كلش، فورماسيون جينيرال فورماسيون كومبليت، تحتاج صح دي كومبليمون، تحتاج تبحث وكذا، بصح حنايا نتمشيو لي دومين كامل، لي سبيسياليتي كامل. كي تخرج تخرج انجينيور ديتا او مين، عندك الفرصه ثاني باش تكمل ماستر 2، دير حنا ماستر تاعنا كونترول دي تيران افونسي اللي هو بوكو بليس جيو تكنيك، نقولو جيو تكنيك راح يتوشي جيني سيفيل، توشي جيني سيفيل. حنايا جيني ميني جينيرالمون نخدمو في لي روش، جيني سيفيل يخدمو في الصول، يخدمو مع التراب، مع لي كوش تاع التراب وصوالح هذوما لي طالي تاع التراب، حنا نخدمو على لي روش، بوكو بليس على لي روش. بصح عندنا ثاني بارتي دو فورماسيون مع جيني سيفيل. شو قلنا جيني ميني فيها في ليكول عندنا لي موديل مقسمينهم فالوريزاسيون اللي هي من بعد بعد ما نجيبوا الحجره كيفاش نديروا لها تراتمون، كيفاش نخرجوا منها المينيري هذاك اللي هي الميتال. كاين كونترول دي تيران افونسي، كونترول دي تيران جيوميكانيك، هذوما الصوالح اللي هما يعطونا الكاركتيرستيك تاع لا روش، نعرفوا البروبريتي ميكانيك تاع لا روش، باسكو كي نجي نشوفوا لي بروجي، اي بروجي يجي يخدم لازم نعرفوا البلاصه اللي راح نخدموا فيها، النوعيه تاع الحجر، شنو هي الكاركتيرستيك تاع الحجر، انا راح نخدم طريق مع جبل مسميه، اسكو الجبل هذا قادر يريب ولا مش قادر يريب، مع الوقت مع الماء مع الصوالح هذوما. مثلا في لي كاريير، الا كان تعرفوا لي كاريير، لي كاريير كاين دي غرادان كيما الصطاد، كيما لونفي هذا، لي غرادان هذا الجبل كامل كنت توشيه ما تعرفش توشيه يريب عليك يدير لك مشاكل، ما لازم تعرف كيفاش منين تبدا تنحل باغ اكزومبل الحجره هذيك، وكيفاش تسوتونيها، كيفاش ما تريبش عليك، كيفاش الصوالح هذوما. هذه هي لا جيو تكنيك حنا عندنا، هي كونترول دي تيران، هذه فورماسيون عندنا في ليكول مع لي موديل هذوك. كاين فالوريزاسيون اللي قلت لكم من بعد تجي فيها ثلاث، ممكن نجيبوا الحجره كيفاش نرفعوا لها من القيمه نتاعها، لانه الحجره كي تكون جبدها من جبل ما عندها حتى قيمه، ما عندها قيمه نتاعها طايحه في السوق، صح كي تروح دير لها تراتمون تخرج منها الحاجه هذيك عندها قيمه في السوق باش كي تبيعها تكون عندك ربح فيها. كاين ليكسبلوطاسيون كيما قلنا لي تكنيك، كيفاش تعرف تفتح كارير، كيفاش تعرف تخدم الطريق، كيفاش تعرف تخدم تيونال، كيفاش هذوما كاين تسمى سيونس، تسمى كاين دي ميثود، كاين صوالح حنا ثاني نقراهم. نروحو لكوتي جيولوجي، جيولوجي باسكو على واحد نحتاجو جيولوجي في البروسيس ميني. نبداو بلا بروسبكسيون، البروسبكسيون شنو هي؟ عندنا انتيرا فيرج ما على بالناش واش كاين فيه، نروحو نديرو لا بروسبكسيون هذه، نحتاجو لا جيولوجي، لا جيولوجي تعطينا واش كاين في التيران، واش هما لي كوش اللي كاينين، واش من نوعيه تاع تراب، اسكو هذا تراب ولا الحجره هذه فيها اش رانا نحوسو ولا ما فيهاش. هذه ثاني كاينه في لا فورماسيون تاعنا في ليكول دي مين. ومن بعد هذوما كاين جيستيون دونفيرونمون، كيفاش ما نفسدوش الحاله، كيفاش نكملو الخدمه نتاعنا يكون السيت من بعد ما كملنا يكون مليح، كيفاش نقدروا نوتيليزيوه، بالك احنا نحينا اون بارتي من جبل والله كملنا هذيك البلاصه، كيفاش نقدروا نخلوها مستعمله بعدنا، معناتها ما تبقاش غير هكاك بلاصه هكاك، باسكو باغ اكزومبل لا فيل بدات تكبر، كاين بلاصه وين نخدموا فيها كاريير لازم ما يخلوهاش فاسده، يخلوها وين نقدروا نعاودوا نستعملوها في حوايج واحد اخرين، هذه لا بريمين يقولوا لها. هذه جيستيون دونفيرونمون ثاني كيف لي تريتمون تاع المينيري تاعنا تاع الحجره تاعنا، كاين دي برودوي نستعملوهم توكسيك يضروا البيئه، يضروا هذوما ثاني لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم ما نضروش الناس ما نضروش البيئه تاعنا. جينيرالمون هذه هي لا فورماسيون في ليكول دي مين. نروحوا بعد لا فورماسيون، عندنا زوج حوايج نحكيهم بعد لا فورماسيون. حنا حكينا على الفورماسيون، بعد الفورماسيون واش كاين؟ كاين زوج حوايج، كاين نروحو دومين بروفيسيونيل ولا نروحو لدومين دو ريشيرش. نروحو لدومين دو ريشيرش، حنايا من حنا في ليكول دي مين
لا بليبار تاعنا الحمد لله كانوا قد المسؤوليه اللي كانت عندهم. لا بليبار تاعهم كاع خدامين ولا بليبار تاعهم كاع ناجحين، لانه على واش كانت كاينه فورماسيون مليحه وين قرا وين تعلم حوايج. ممكن اللي راه بريمياراني مين تبالكم امور جديده ما تعرفوهاش، وتبالكم بالك تخرجوا للسيران تلقاو حوايج واحد اخرين. نو، نقول لكم باللي كي تخرجوا تقراو في ليكول تعرفوا كيفاش تميتريزيو القرايه نتاعكم، تفهموا فايس ماشي برك اكزام، راح تبقى لكم هذوك الصوالح ما تنساوهم. انا قريت حوايج في بريمير اني مثلا ما بقيتش شافي عليهم في الدوزيام اني، ما بقيتش شافي عليهم في التروازيام اني، بصح كي خرجت للتيران لقيت روحي عندي واحد الفكرات هكذا. قال مثلا كلمه نشوفها انا كي نخرج للتيران، تفكر باللي كاينه الكلمه هذيك، نعاود نروح ندير البحث تاعي ونجبد واش نحتاج منها. ليسونسيال تكون عندي لافورماسيون، شغل تكون عندي طريق، عندي نقدر نعرف واش لازم ندير، لانه كاين ناس صراو لهم دي بروبليم صح ما يعرفش واش يدير. حنايا مثلا كيما قرينا قلت لك كاين عفايس تنساوهم، ما تعرفش ماكش شافي عليها بالديتاي، بصح عندك فكره، تجيك الفكره هذه قال مثلا نقدر نستعمل هذه الحاجه. هذه الحاجه المليحه اللي في الفورماسيون تاعنا حنا في ليكول، معناتها ما تنسى مام بعد ما تخرج من القرايه تقول نسيت ما نعرف والو، ما لا، راح تتعاود تتفكر في الخدمه تاعك كي تخرج للتيرا، راح يشوف الافكار وراح تكون انسان ناجح، حيث انك تقترح حلول وتلقى حلول للمشاكل تاعك. في الدومين تاع الخدمه حنايا انا واحد من الناس اللي غير خرجت بديت نخدم، خدمت في تروا زونتربريز، خدمت في كوسيدا، خدمت عند بريفي، اخرتها خدمت عند شركه وطنيه تاع تخدم الطرق، من عندهم ان سيكتور كارير، عندهم كارير يخدموا الكرافي باش نخدموا به الكودرون، نخدموا به الطرق هذوما. انا كنت في الدومين تاع الكارير. من بعدها جا الكونكور تاع الدكتوراه في ليكول، وين حبيت نكمل الدكتوراه. معناتها اي انسان يقدر يدير واش يحب، ماشي معناتها نخير الدومين تاع الخدمه ونحبس، لا، تقدر تخدم، تقدر دير لا ريشيرش، تقدر دير لا ريشيرش تنجح كونكور دكتوراه ومام طون بعد تروح تزيد تخدم، لانه عندهم علاقه ببعضهم. ماشي مثلا نقرا، الا كان في الدومين ديمين، الا كان قريت حاجه راك راح تستعملها وتحتاجها في لي سوليسيون تاعك، لانه على واش لا بليبار جينيراسيون من قبل كملا فورماسيون تاعنا في ليكول، الجينيراسيون اللي من قبل كي نخرجوا للتيران نلقاه ديريكتور بصح غايب عليه حوايج بزاف ما يعرفهمش، مش عارف لا ما قراوش ولا مش عارف الامور، هما ما ياخذوهاش بجديه، معناتها ما يكسرش راسو، يمشيها كيما راهي تمشي الناس، شغل شاف شونطي. مي حنايا عندنا فورماسيون تاع ديزانجينيور، عندنا سيونس في الراس، عندنا دي ميثود، وين كي يصرى بروبليم نعرف الحل تاعو ونعرف كيفاش نديرو، نلقى له نحي هذاك المشكل من المؤسسه. معناتها مام درك راني ندير في لا ريشيرش، كون يسقسيوني ناس نعرف نجاوبهم في الدومين ترافاي في الكارير. مثلا يعني نخدم في جيو تكنيك، يقول لي باغ اكزومبل عندي البروبليم تاع غليسمون، نقول له هات معليش نلقاو له حل، والعكس كيف كيف. معناتها توجور كاينه العلاقه هذيك بيناتهم. في الدومين تاع الخدمه ان شاء الله كي تخرجوا تكملوا، اول حاجه اللي لازم ديروها وانتم تقراوا تحب الحاجه هذيك، تحب تقراها تفهم منها تونجيستري الماكسيموم. مام كاين ناس تحفظ، مش مشكل في الحفاظ، احفظ على روحك، ليسونسيال عرف كيفاش تستعملها من بعد، احفظ على روحك، كاش لي ما يحفظش اصلا فورماسيون لازم تحفظها، احفظ والله حبي تفهم ثاني افهم ليكزام راك تفوتو ويفوت وتطلع العام، مي يشوف من بعد، خمم من بعد اسكو لا فورماسيون هذيك تبقى لك في راسك ولا تروح. لازم كي تقرا حاجه قراها مليح، لاش تا ماكش ما طاحتلكش في اكزام، ما طاحتلكش في حاجه ما استعملتهاش، راح تستعملها من بعد. كيما قلت لك يصراك بروبليم في التيران، يصراك الاخر، راح تعاود تفكر وتعاود ترجع ليه، تقول تفكر باللي كاين هذيك الحاجه، تزيد تعاود تبحث عليها وتعاود تجبدها وتستعملها. الدومين تاع الخدمه ما كاينش في ليكول ديمين، كيما قلت لكم حنا كاين انجينيور ديتا اومين، فيها لي سبيسياليتي بزاف، تقدر تخدمو في لي كارير
comme des ingénieurs d'exploitation. L'exploitation, il y a من نهار اللي تبدا الاول تاع اليمين تبدا كيفاش تفتح الطريق كيفاش تاكسيدي للجبل كيفاش تخدم لي غرادان كيفاش فيها صوالح بزاف ما نقدرش نحكيو في عليهم درك في الديتاي تروح لهم بعد تير كيفاش تخرج الحجره هذيك من الجبل اسكو تستعمل الاكسبلوزيف ولا تستعمل ماتريال ميكانيك شغل اكستراكسيون ميكانيك تستخدم بالبريزروش هذوك الماتريال هذاك هذه ثاني داخله في الاكسبلوطاسيون بعد الاكسبلوطاسيون تروح للتراتمون تراتمون واش فيها كيفاش الحجره هذيك تطلع لها من القيمه تاعها انت قادر تجيب حجره كبيره ما تقدرش ديبلاسيها هذه ثاني داخله في التراتمون لازم نكسرها باش تعود صغيره باش الكمين يقدروا يهزوها باش نقدر نشارجيها بعد ما نشارجيها ندير لها كلاسيفيكاسيون كيما في لي كارير عندنا الجرافي كيفاش يتباع لي لازم نشوف المارشي باغ اكزومبل عندي ان بروجي وين يحتاجوا par exemple gravé par exemple 8 mm حتى 15 mm لازم نعرف كيفاش نخدم نستغل هذاك الفرصه هذيك وين par exemple الشركه تحتاج هذه الكاتيجوري هذه تاع الجرافي انا ندير لها تراتمون الحجره تاعي ندير لها تراتمون ونخرج الماكسيموم تاع 8-15 باش نبيعو باش ندخل البينيفيس اللي لونتربريز تاعي هذه رانا في تراتمون في لي كارير تحبس كيما هكذا تاع الجرافي مي من بعد كون نروحو باغ اكزومبل اليمين ميتالو فار باغ اكزومبل الحديد كيما تاع الونزا ولا الفوسفات يروحو ديزيطاب واحد اخرين اللي هما تراتمو هذه يستعملوا فيها دي برودوي شيميك يستعملوا فيها دي زوبيراسيون وين ينحوا الحاجه اللي يحتاجوها وعندها قيمه في لو مارشي باش يبيعوها باغ اكزومبل بلون زانك باغ اكزومبل الفوسفات باغ اكزومبل الحديد هذوما كاين ثاني دي ميثود اللي راهم يقراو جيني ميني يقدروا يعرفوهم هذه تراتمو بعد تراتمو سمعي نحكي لكم على سبيشاليتي تقدروا تخدموا فيهم ليكسبلواتاسيون تقدر تكون انجينير ديكسبلواتاسيون معناتها كي تدفع السي في تاعك انجينير دي مين تقدر تقول له راني انا انجينير ديكسبلواتاسيون تروح باغ اكزومبل وين ان اوزين وين يخدم تراتمو يجيبوا له غير الحجره ومن بعد هو يدير تراتمو باش يخرج الميتال تاعو اللي راح من بعد يبيعو ولا عفسه ثاني تقول له راني انجينير دو فالوريزاسيون تاع تراتمو من بعدها تروح مثلا امبيرو ديتود ولا بار اكزومبل اجونس تاع جيولوجي ولا تقدر تقول اني انجينير جيولوج نقدر ندير لك بروسبكسيون هذه من فيها انجينير فيها جيوفيزيك فيها فيس هكذا في التيران تقدر تخدم هذيك الخدمه هذيك فورماسيون عندك لا باز عندك وانت تقدر من بعد تزيد ديفلوبي روحك في لي لوجيسيال ثاني كيف معناتها نحكيو في اي دومين سواء اكسبلواتاسيون سواء تريتمون سواء باغ اكزومبل في السبيسياليتي هذوما من بعد كاين ثاني شي عالم واحد اخر اللي هو يقولوا له موديليزاسيون لانه ما تكفيش تحسب بالورقه والستيلو ما تكفيش تستعمل لي بلون بالورق لازم تخدم بالموديليزاسيون ميكرو هذا كاين دي لوجيسيال وين يسهلوا لك الخدمات واللي تحسب وين يسهلوا لك ترسم الموديل تاعك وين يسهلوا لك في حوايج بزاف هذو ما حنا ثاني في ليكول وين عندنا الفرصه وين قريناهم وتعلمناهم وكاين عفايس دينا عليهم فكره وحنا زدنا طورنا رواحنا فيهم في لو جروب الومني حنا ثاني نبازيو بزاف على الموديليزاسيون هذو المصالح ولي فورماسيون تاع لي لوجيسيال سواء ميتالوجي سواء مين وين راح نتعاونوا مع بعضنا اللي يعرف حاجه متعلم حاجه يوريها للناس يعلمها للناس معناتها ان شاء الله الا كان جماعه جيني ميني كي تكون كاينه فورماسيون ماذا بينا تحضروا تتعلموا نتوما ثاني اللوجيسيال هذاك واللي هي حاجه مهمه لانه النهار اللي تكمل الخدمه لازم يكون السي في تاعك معمر باش تكون خير من الناس كيفاش يكون السي في تاعك معمر